صعبة خفية لا يعلمها إلا الله، وصدقة من قلبك إلى قلب محتاجها، ودمعة في طاعة حجب بريقها وصفاؤها عن الأعين، وعيادة مريض لا يعلم بها سوى العليم الخبير. الآن يرفع الأذان، أذان المغرب، المؤذن ماجد العباس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا حقا، دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أذن هنا في المسجد الحرام لصلاة المغرب، معلنا انتهاء اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصلاة والصيام وصالح العمل، إنه سميع مجيب الدعاء. لربما أيها الإخوة، ونحن نتجول بين أسفار حضارة الإسلام، تمر على بالنا أسماء مضيئة في تاريخ الإسلام، وكيف لنا أن نتخيلها وهم القريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الأيام المباركة. ترى يا أخي المسلم،
كيف كان شعور معاذ بن جبل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك؟ كيف كان شعور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب؟ كيف كان شعور أبي بن كعب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فيقول أبي متأثرا: الله سماني لك؟ كيف كان شعور علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بعدما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وصار هو المقصود؟ كيف كان شعور سعد بن أبي وقاص والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي؟ كيف كان شعور عثمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه بعدما جهز جيش تبوك: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ كيف كان شعور أبي موسى الأشعري والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ كيف كان شعور السائب بن يزيد والرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على شعره ويمتد العمر بالسائب فيشيب شعره كله إلا موضع مسح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ كيف كان شعور الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار؟ كيف كان شعور الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ كيف كان شعور عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب باسمها دون تردد حين سئل: من أحب الناس إليك؟ كيف كان شعور بلال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ كيف كان شعور عمر بن الخطاب حين استأذن مرة للدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام لبوابه: ائذن له وبشره بالجنة؟ كيف كان شعور الصحابة كلهم وهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء؟ والأجمل من كل ذلك، كيف سيكون شعورنا إن قال لنا صلى الله عليه وسلم حين نراه: أنتم إخواني الذين بكيت شوقا لرؤيتكم، أنتم إخواني الذين آمنتم بي ولم تروني؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ببركة هذه الأيام الفضيلة اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، يا رب العالمين. عندما يرحل عنك من تحب، تحرص على أخذ قطعة تذكارية منه لتبقى بحوزتك، تتذكره عبرها، ورؤيتها تبعث فيك الشوق. الآن تقام الصلاة أيها الإخوة في الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إلا الله. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر،
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآمة، عليهم نار مؤصدة. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.